اهلا بحضراتكم متابع اليوم السابع من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه وتحديدا الاداره العامه للتنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس، لنطلعكم على اخر التطورات في الاحوال الجويه المتوقعه اليوم وكذلك على مدار الايام القليله القادمه. بيستمر اليوم تاثرنا بامتداد المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا والذي يعمل على الحاله الجويه المستقره التي نشهدها منذ فتره. وبالتالي يستمر اليوم طقس خريفي مستقر ما بين المائل الحرارة إلى الدافئ على الجزء الشمالي من الجمهورية زي محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، بينما يكون الطقس حار نهارا على محافظات جنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء. متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم 24 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى وحتى محافظات الساحل الشمالي، بينما تصل إلى 25 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، تصل أيضا إلى 30 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد داخل ساعات النهار. لكن بمجرد غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل بتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل سريع. متوقع أن تسجل الصغرى هذه الليلة 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، بينما يكون الانخفاض بشكل أكبر على محافظات شمال الصعيد. متوقع الصغرى هذه الليلة أن تصل إلى 10 درجات مئوية على شمال الصعيد وما بين 13 إلى 14 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، لكن طبعا منطقة زي جنوب سيناء هي صاحبة الانخفاض الأكبر خلال ساعات الليل في درجات الحرارة، بتصل درجات الحرارة الصغرى هناك إلى 7 درجات و 6 درجات مئوية. بداية من غد الثلاثاء إن شاء الله متوقع بداية تغير في المنظومة الضغطية المؤثرة على أغلب مناطق الجمهورية بسبب بداية تأثرنا بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع وجود امتداد لمنخفض جوي على سطح الأرض والذي يعمل على تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على الجزء الشمالي من الجمهورية، وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة بداية من غد الثلاثاء. متوقع العظمى غدا على القاهرة 22 درجة مئوية بعدما تسجل اليوم 24 درجة مئوية. أيضا متوقع غدا مع هذه السحب فرص لأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي زي محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد وكذلك شمال سيناء. بتمتد فرص الأمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة على المحافظات الأولى من الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ، وكلما اتجهنا جنوبا بتنخفض وتقل فرص وكميات الأمطار تدريجيا لتصل الأمطار غدا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري. أيضا هناك فرصة غدا لوصول الأمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما بنسبة حدوث 20% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى. مع هذا الانخفاض في درجات الحرارة وهذا المرتفع الجوي وتغير المنظومة الضغطية، متوقع غدا وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي الغربي عند الإسكندرية ومطروح وحتى مناطق من السلوم. متوقع بداية من بعد غد الأربعاء انخفاض آخر في درجات الحرارة، متوقع العظمى بداية من يوم الأربعاء تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة. متوقع أيضا العظمى أن تصل إلى 20 درجة مئوية على شمال الصعيد. جنوب الصعيد أيضا لها نصيب من هذا الانخفاض في درجات الحرارة، متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على نهاية الأسبوع إلى 23 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد. هذا الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بينعكس بانخفاض آخر على درجات الحرارة خلال ساعات الليل. متوقع بداية من يوم الأربعاء أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر على أغلب مناطق الجمهورية لتصل الصغرى على سبيل المثال على محافظات القاهرة الكبرى على نهاية الأسبوع إلى 13 درجة مئوية. وبالتالي كما ذكرنا تغير كامل في المنظومة الضغطية وفي التوزيعات الضغطية التي تؤثر على جمهورية مصر العربية. أيضا متوقع مع هذه التغيرات الجوية وحالة الأمطار المتوقع حدوثها بداية من غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع ومع نشاط الرياح، متوقع أيضا اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج هناك إلى 3 أمتار. اضطراب البحر المتوسط هيكون غدا بس ولا مستمر خلال نهاية الأسبوع؟
حتى الآن الخرائط بتشير أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط غدا الثلاثاء يصل إلى 3 أمتار، ربما يستمر هذا الاضطراب على مناطق معينة من البحر المتوسط على مدار الأيام القليلة القادمة. أهم النصائح اللي هو المقيمين بقى، خاصة مع بداية عودة الأمطار من جديد وانخفاض درجات الحرارة، وكده يعتبر دخلنا في فصل الشتاء جغرافيا، واللي هيبدأ رسميا معانا يوم الأربعاء 21 ديسمبر. إيه أهم النصائح اللي نقدر نقولها للمواطنين؟ أهم النصائح اللي بنوجهها للمواطنين في ظل حالات عدم الاستقرار المتكررة المتوقع تحدث خلال فصل الشتاء، وهو أمر طبيعي خلال فصل الشتاء حيث أنه فصل المنخفضات الجوية. دايما بنقول فصل الشتاء هو فصل تسلسل المنخفضات الجوية، فمنخفض جوي لا يكاد يمر ويتبعه منخفض جوي آخر، وبالتالي حالات جوية غير مستقرة بيكون معها انخفاض في درجات الحرارة بشكل عام، وكذلك أمطار مصاحبة لهذا المنخفض الجوي على حسب تعمق هذا المنخفض الجوي داخل الأراضي المصرية. وبالتالي أهم النصائح اللي بنوجهها للمواطنين بداية من فصل الشتاء، ننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. أيضا المناطق المعنية بتساقط الأمطار اللي هتكون تصل إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، بننصحهم باتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء على الطرق أثناء تساقط الأمطار. وأخيرا بننصح المواطنين بمتابعة كافة التحذيرات والنشرات الجوية اللي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. بشكرك شكرا جزيلا.